تحياتي لكم خوتي المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر قناه الدار على الاستضافه ديالي. انا ما كنتش غادي كاع، انا كنت غادي القنيطره، نعيطوا عليا رجعت على ودكم باش نحكي لخوتي المغاربه شنو كاين وشنو واقع. لحقاش كاين اللي باقي ما عارفش الحقيقه ديال هاد الزوجه ديالي كيفاش تشدات. هو وقع خلاف ما بين الباشا وتسرعات، ولكن ندما كترجع لها هي. دابا انا كنطلب من خوتي باش يوقفوا معايا وعلى ود الوليدات اللي كنشوفهم انا غادي يخرجوا مجردين، لا بقينا غاديين على هذا المسار ديال حياتنا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. وانا كنطلب من سعاده الباشا يحن ليا من الوليدات ديالي، وتخرج المدام ديالي من السجن، وان شاء الله ونحترموا. وحنا اصلا بعدا كنحترموا جميع السلطات المغربيه. شنو الاساس ديال هذا المشكل هذا؟ والاساس ديال المشكلة اخويا هو واحد الجار ديالنا، كنا درنا واحد الباب تقريبا عشوائي، دار بينا شكايه وحنا تقبلنا الوضع. يعني الانسان ملي تيكون مخالف القانون ولا هادي، الانسان راه كيتقبل الوضع، وفعلا تقبلنا الوضع. وجا عندنا الشيخ والمقدم علمنا باش نحيدوا الباب، قلت له ودي راه هاد الساعه انا راه ما خدامش، غير بلاتي تنخدم ويمكن لي غادي نحيدو. المهم ما عليناش. الباب ديال الحديد حدا الباب ديالو، متلاصق مع الباب ديال الجار ديالو. انتوما درتو داك الباب؟ انا ما كنتش حاضر اولا ملي صابوا الباب، ما كنتش. وفعلا حتى هو مول الظرف الاول ملي شافهم غادي يصابوا داك الباب كان على الاقل بعدا يهضر معاهم، ماشي تنوصلوا لهاد النزاعات. واش يا ريت دابا المدام ديالي طاحت في واحد الموقف خايب، هذا هو اللي ما كنبغيش انا. وانا قبل الباب ديال الحديد مرتك تشدات في الحبس؟ لا قبل اخويا الباب ديال الحديد المدام ديالي تشدات، ولكن وقع سوء تفاهم ما بينها وما بين الباشا. وحنا احتراماتي للسيد الباشا وجميع السلطات المغربيه، انا كنحترمهم، ولكن المدام ديالي تسرعات وقع سوء التفاهم. هادشي اللي كاين اخوتي، والحمد لله الباشا راه عزيز علينا، ماشي شي واحد اللي هو قانوني، انسان قانوني. انا الانسان اللي كنعرفو القانون هو القانون، يعني ما جاش على شي حاجه اخرى، جا على ود الباب وفتيحه ما تسرعات معاه. لحقاش السيد الاخر حتى هو يمكن داير شي مخالفه على حسب الباركو ديالو، قالت لي خصك تطبق القانون زعما عليا وعليه. ولكن حنا ما دايرينش به شكايه، دابا هو اللي داير بينا شكايه، مش فهمتيني اخويا؟ هذا الشيء اللي جعل المدام ديالي انا يطلع عليها الدم، وسوق وقع سوء التفاهم ما بينه وبين الباشا الله يجازيه بخير، وهذا الشيء اللي طلّه. كيفاش كتشوف الوضع ديالك والوليدات؟ خويا الوضع ديالي لا يحرج عليه، الوضع ديالي شويه مألم في حياتي ما نكذبش عليك اخويا. الوليدات فقنت وانا فقنت، والمدام في الحبس، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء ما تيقبلوش العقل، يعني الانسان اللي بقى غادي يعيش في واحد. حنا قلبنا المحتوى، ولينا مزيانين مع خوتنا المغاربه، وكنشكرهم علاش ضامنوا معنا في التواخير. يعني المدام ديالي بقات في هذيك التهمه ديال الروتين، وحنايا تقبلنا الوضع، الاقوال ديال خوتنا المغاربه. علاش؟ حيت عندهم هما قلب طيب، وسمعنا بكلامهم وبدلات المحتوى، وفي نفس الوقت ضامنوا معنا خوتي المغاربه، زعما غاديين في واحد العيشه مزيانه. حتى محمد، واش ما لاحظتيش باللي مؤخرا كثرات عليكم المشاكل؟ يعني من حاجه لحاجه من حاجه لحاجه. شنو واقع اخويا؟ شنو انت اخويا شنو كيوقع لي انا في هذا التواخر ديال حياتي؟ وانا مزوج في فاتحه تقريبا 21 سنه، يعني حتى التواخر مني دخلت 2020 لحد الان ولات عندي المشاكل. ما كنعرفش المشاكل مني ولات تجيني. كنت انا في الاول كنت ضربت المدام ديالي الله يسمح لي على ود الروتين وداك الشيء، وفي نفس الوقت مني سمحت لي وداك الشيء قلت لها فاتحه حبسي على هذا الروتين، ما خاصك تطيحي بالقيمه ديال المراه المغربيه، يعني تسنطي لخوتك المغاربه شنو تيقولوا لك، وراه ما غاديش يفوتوك. وفعلا بقيت نصور معها، انا نيت كندير معها فيديوهات، واخا كان نصبان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.